إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. سجل التاريخ أن مصر كانت أول بلد حفر قناة عبر أراضيها بهدف تنشيط التجارة العالمية. في عام 1858 تشكلت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، وحصلت على امتياز لحفر قناة وتشغيلها لمدة 99 عاما، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة المصرية. وبدأ حفر القناة بالفعل في 25 من إبريل عام 1859، واكتملت القناة في يوم 17 من نوفمبر 1869، حيث أزيل الحاجز عند السويس، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، وافتتحت قناة السويس للملاحة العالمية. بعد ثورة يوليو 1952، أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 من يوليو 1956 قراراً بتأميم قناة السويس وجعلها تحت الإدارة المصرية 100%. قرار الزعيم عبد الناصر أثار غضب الدول الكبرى، الذي أدى بدوره إلى العدوان الثلاثي على مصر في 29 من أكتوبر 1956، الأمر الذي تسبب في إغلاق قناة السويس وأعيد فتحها في مارس 1957، كما أغلقت بعد حرب يونيو 1967 مع إسرائيل حتى عام 1975، عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاق فك الاشتباك الثاني. على مر العصور سجلت قصص بطولية لشعب مصر ورجال قوته المسلحة ومواقفهم البطولية للدفاع عن أهم مجرى ملاحي مائي. ارتوت أرواحهم من مياهه المختلطة بدمائهم إلى الرفيق الأعلى، إلا أن قناة السويس ظلت الشاهد الوحيد على تاريخ وبطولات شعب مصر العظيم. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة
سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. قامت قواتنا المسلحة بأروع أداء، لن ننسى أبدا البطولة والفداء. جميع فروع القوات المسلحة أدت واجبها على أروع فروع. كان إلى جانب السلاح والمهارة في استخدامه، كان إلى جانب كل هذا في إيمان عند كل واحد فيه، كان في صلابة، كان في شراسة مستلهمة من الآلام والمرارة اللي عانيناها بعد 67. عشان كده تحول السلاح بإيديكم إلى شيء رهيب. قناة السويس ملحمة نجاح، شاهد عيان على كل الحقب التاريخية، على كل المعارك، كل التحديات والتهديدات، كل النجاحات خلال الفترة المنصرمة. وده دلالة على ان طبعا هذا المجرى الملاحي المهم والحساس واللي بيشغل بال كل الشركات متعددة الجنسيات، عشان كده بيهمها دايما استقرار وامن وامانه والتبعية. الشركات دي ذات تأثير على دول كبرى وعظمى، وبالتالي هذه الدول تنصاع دائما ابدا لمقررات ومقدرات هذه الشركات ارتباطا بالنجاحات الاقتصادية او النواحي الاقتصادية. يعني اذكر وانا في غرفة العمليات يوم 6 اكتوبر، وكانت تتوالى الانباء بسقوط النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري. سقطت كل النقط الحصينة لخط بارليف في ساعات. في أكتوبر من عام 1973 لعبت قناة السويس دورا بارزا خلال حرب أكتوبر التي شنتها مصر على إسرائيل، حيث استطاعت من خلالها القوات الإسرائيلية بناء مجموعة من التحصينات الدفاعية على طول الساحل الشرقي لقناة السويس المعروف باسم خط بارليف، والذي انهار أمام بطولة العسكرية المصرية. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو دليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. الهدف الرئيسي للمقاتل المصري هو تحقيق النصر. العامل الرئيسي قدامه كان قناة السويس، عشان كده اللي عادوا تفنن في انه يحاول يضع فيها الكثير والكثير من سواء كان النبالم او ما شابه، ومساندة هذا النبالم من خلال ابيب بترول لكي تستمر عملية الاشتعال داخل القناة، فبالتالي تمنع عبور القوات. ولكن المقاتل المصري تغلب على هذه التحديات كلها، ومن ثم قدر يتغلب على سطر التراب باستخدام المياه الموجودة في القناة من خلال الملخات اللي كان فتحت ثغرات 76 ثغرة موجودة في القناة. اعتقد ان كان كل الخبراء الاستراتيجيين على مستوى العالم اجمعوا، والمتخصصين والمعنيين يعني اجمعوا ان هذا الساتر يحتاج الى 76 قنبلة ذرية عشان نفتح ثغرات لاستكمال عبور القوات. ولكن المقاتل المصري والعقلية المصرية الفذة والعبقرية قدرت انها تستخدم مية القناة في انها تفتح بيها الثغرات دي. اعتقد عامل رئيسي وعامل فاعل في تحقيق نصر 73 اللي اصبح حتى الان ولا زال وسيظل هو يعني احد اهم اسباب الفخر بالنسبه للمواطن المصري بل والعربي ايضا من جهه، وايضا هو مسار يعني اعجاب وانجاز غير مسبوق للعالم كله بيتنظر بيه ويتحكى بيه حتى الان. وهي
إيمانا من القيادة السياسية الحالية بأهمية تنمية شبه جزيرة سيناء، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس 2014 عن البدء فعليا في حفر قناة جديدة موازية بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصاديا وعمرانيا، ليستر المصريون ملحمة جديدة في تمويل المشروع ليتم الانتهاء منه خلال عام واحد. قناة السويس الجديدة كانت هدف قومي رصد من البداية من قبل القيادة السياسية عشان يلتف حول الشعب المصري، ويبقى قدامنا هدف قومي رئيسي كلنا نتجمع عليه. عشان كده كان الإصرار على انه يبقى بأموال المصريين، دي البداية، بداية التخطيط يبقى بأموال المصريين. ثم بعد ذلك فكرة يعني في حفر القناة وتجهيزها وإعدادها في فترة زمنية عام واحد بس، هذا الإصرار على تنفيذ هذا العمل في سابقة تعد الأولى من نوعها أيضا في تجهيز عمل مثل هذا العمل العملاق في عام واحد، يعني في قنوات مشابهة في بنما حتى الآن بلهم 12 سنة ولم تكتمل حتى الآن، في كذا دولة أخرى بيحاولوا يعملوا هذا الموضوع لتعديل المسار أو كده، ولكن الدول الأخرى أصبح بالنسبة لها هذا الموضوع صعب، لكن إرادة المصريين وإصرار المصريين قدر أنه يتجاوز هذا الموضوع ويحقق نجاح بإنشاء هذه القناة التي يعني أبهرت العالم في فترتها الزمنية وبجودتها وبمساحتها وبحيثيتها، والافتتاح كان مبهر لو كلنا شفناه يوم 6/8/2015 بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وتشرفهم لنا في هذه الاحتفالية الكبيرة اللي تم تنفيذها في افتتاح قناة السويس، وشاهدوا رؤية العين السفن تتحرك من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال سواء في القناة القديمة أو القناة الجديدة. وبعد نحو 4 سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 يسجل التاريخ صفحة جديدة في ملف المشروعات القومية العملاقة شهدتها هذه البقعة التاريخية من أرض مصر، وذلك بافتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية التي ستضخ عائدها في شرايين حياة جديدة تدب على أرض سيناء لتعكس بشائر التنمية والخير. هنا في الإسماعيلية منظومة أنفاق عملاقة تربط سيناء بدلتا النيل بسواعد وخبرة مصرية 100%، بدأت أعمال الحفر في يونيو 2016 وتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عبر 4 شركات وطنية، وتم التعاقد مع شركة ألمانية على توريد 4 ماكينات حفر عملاقة صارت مملوكة لمصر. الحقيقة يعني لو هنشوف قراءات حوالين أنفاق قناة السويس هنلاقي أن مصر محتاجة تخش موسوعة جينيس الأرقام القياسية مرة أخرى، على اعتبار أن دي أكبر أطول أنفاق لي في تحت مجرى مائي موجودة في العالم في 10 سنين الأخيرة. فإحنا بنتكلم على 5800 متر 4 أنفاق من أصل 6 عند الكيلو 15 والكيلو 20 من قناة السويس، بنحكي عن أن هم نقاط اتصال هامة جدا وإعادة شرايين الحياة بين جسد الوطن وبين سيناء الحبيبة الغالية. لو اتكلمنا على المعلومات عن إنشاء الأنفاق هنلاقي تم إنشاءها في 3 سنوات، الدراسات الأولية الهندسية كانت بتؤكد أنه 5 سنوات لو تم فيها هذا الإنشاء فهيبقى ده إعجاز هندسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن عملها في 3 سنوات فقط لا غير ده يعتبر إعجاز إضافي على ما كان متوقع ومقرر من الدراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للأنفاق. بنتكلم على أنه التكلفة التقديرية اللي كانت متوقعة لها كانت 4 بليون دولار، وتكلفت حقيقة على أرض الواقع 12 مليار جنيه مصري فقط لغير، فده برضو مرة أخرى إعجاز في الاقتصاد الهندسي وكيفية تحويل الأرقام إلى معايير جديدة في الإنشاء والتكلفة. 5800 متر يعني 5.8 كيلو، العرض النفق 11 متر و2 من عشرة، حارتين كل حارة 3.7 متر، بالإضافة إلى متر حوائط حاجزة مانعة للصدمات من الجانبين عشان ما تأثرش جوانب النفق. عندنا أيضا غرف طوارئ وأماكن للطوارئ للسيارات المتعطلة أو اللي بيحصل لها مشكلة. كمان في أنفاق عرضية ما بين نفقي ما بين كل نفقين للسيارات، لأن في نفق في الاتجاه اللي رايح ونفق في الاتجاه اللي راجع. المشروع هو حلم وملحمة من الإنجاز والنجاح، لأنه الحقيقة إحنا النهاردة بنتكلم عن تضافر جهود الدولة معا
لإنشاء هذا المشروع يعني القوات المسلحة، وزارة الإسكان، وزارة النقل، بنتكلم على الشركات الخاصة والعامة، بنتكلم على كل القوى الوطنية التي تتشارك معاً عشان تنجد هذا المشروع. تواصل الليل بالنهار، 4000 عامل ما شافوش النوم. بنتكلم على ملحمة نجاح في تحقيق هدف وحلم، إن حضرتك علشان تفكر في السيجمنتس بتاعت الخرسانة، إنك تنقلها من مصانع بعيدة فتعمل مصنع في المكان عشان توفر الوقت وتوفر تكاليف النقل، دي ملحمة نجاح. إنك تفكر إزاي إنك تعمل تايم مانجمنت، وتفكر إنك تعمل دعم للوقت ودعم للمجهود من خلال تداخل البرامج المختلفة الزمنية والاقتصادية عشان تحقق إنه دايما المشروع ما توقفش ويجي له عنده دايما التمويل اللازم وخلافه، دي ملحمة نجاح. إن حضرتك تبقى فاهم أهمية الاقتصادية والسياسية والديموغرافية لهذا المشروع، وأهميته أيضا في الانتقال الأفقي للسكان إلى سيناء، وفي تنمية سيناء في المستقبل، وإن الناس كلها اللي شغالة بتشتغل بروح الفريق وروح وطنية عالية جدا، فدي ملحمة نجاح الحقيقة كبيرة جدا لمصر والمصريين كلهم. منظومة جديدة تربط هذه البقعة الغالية بكافة أنحاء مصر لتلبية متطلبات التنمية، كما تختصر زمن العبور أسفل القناة ليستغرق نحو 20 دقيقة بدلا من الانتظار على المعديات لمدة قد تصل إلى 5 أيام. إحنا إذا تكلمنا عن موضوع أنفاق سيناء الجديدة اللي بتربط سيناء بالوادي والدلتا، احنا نقدر نقول عليها حتى كاقتصاديا بنسميها برضو شرايين الحياة والتنمية. صناعة الأنفاق يعني انا اقول هي ايضا ملحمة هندسية، لانها بسواعد وخبرات وايدي مهندسين وفنيين وعمال مصريين 100%. كانت تجربة نفق الشهيد احمد حمدي كانت بمساعدة شركات بريطانية، كانت تجربة انفاق مترو الانفاق كانت بشركات فرنسية، ولكن هنا بنتكلم عن ايدي مصرية خالصة في عمل انفاق بورسعيد وانفاق إسماعيلية. أصبح لدى الشركات المصرية والفنيين والمهندسين المصريين خبرة إن هم يقوموا بتلك المشاريع المشابهة لها في دول الجوار، وده أيضا ليه انعكاس آخر على الاقتصاد القومي. أنت لا يعني إحنا علشان نتكلم عن تنمية سيناء فأنت لازم تسهل الدخول والخروج من سيناء. طبعا الأنفاق دي كمان ليس فقط بتدخل السيارات الدخول والخروج، ولكن أنت بتربطها بشبكة الطرق والمواصلات اللي موجودة في الدلتا بخطوط السكك الحديدية، بشبكة الطرق والمواصلات اللي موجودة في الوادي أو في الدلتا. دي هتكون هي بوابة العبور للمواطن، بوابة العبور للمستثمر، بوابة العبور لكل من هو يريد أن يساهم في تنمية سيناء وإعمار سيناء. مشاريع سياحية كثيرة موجودة في سيناء سواء في الجنوب أو في الشمال. إحنا حتى يعني لو نظرنا على المشاريع السياحية الدولية زي منطقة نيوم اللي هي بالاشتراك بين مصر وبين الأردن وبين المملكة العربية السعودية اللي ترصد لها ما يقرب من 10 مليار دولار ليتم تنفيذها الجزء الخاص بمصر. يعني إحنا نقول إن قانون الاستثمار إذا كان سهل ويسر الاستثمار في سيناء، ولكن تفعيل تلك الميزات لا يكون إلا عن طريق الأنفاق الجديدة اللي تم تنفيذها. هيشجع الاستثمار لأن في مشاريع تنموية أخرى كتيرة في سيناء. يمكن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة رصدت 275 مليار جنيه مصري للاستثمار في مشاريع تنموية في سيناء لحد سنة 2022. إذا أردنا أيضا نتحدث عن إعادة تعمير سيناء، فإحنا بنتكلم عن مدن جديدة، وإذا كان نصيب سيناء من المدن الجديدة ما يقرب من 4 مدن: مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة رفح الجديدة، ومدينة بئر العبد الجديدة، وأيضا مدينة سلام مصر أو مدينة شرق بورسعيد الجديدة. الحقيقة مصر عضو فاعل في منظمة الأمم الأفريقية، وأيضا في منظمة جامعة الدول العربية، وهي المؤسسة ليها. فإحنا بنتكلم على أن اتفاقيات كبيرة جدا قامت مصر بتأسيسها بين الدول ولم تفعل بعد، زي اتفاقية الأسكوة بين الدول العربية واتفاقية الكوميسا في أفريقيا. وهذه الاتفاقات كلها كانت بتهتم بمحاور الربط الأفقي والطولي، الرأسي والطولي. والفكرة كلها أن هذه المحاور لم تكن لتكتمل لولا أن إحنا لازم تحل عقدة الاتصال بين سيناء وبين باقي جمهورية مصر العربية. لو تفتكر أو تشوف ما قبل الأنفاق، إحنا ما عندناش غير نفق الشهيد أحمد حمدي وهو متقادم جدا وحصل عليه أكثر من مرة إغلاق وإصلاح وصيانة. فإحنا بنتكلم على إنه هذه الأنفاق كانت ضرورة حتمية للربط السياسي بين آسيا وأفريقيا، لأن مصر هي الدولة الوحيدة الأفرو آسيوية. بنتكلم على إنه مكان صعب جدا إنك تعبر هذه المنطقة، بتقعد 12 ساعة و14 ساعة عشان تعبرها، وأحيانا لما تبقى محظوظ 4-5 ساعات بس، فطبعا ده وقت طويل جدا في الرحلات ومستحيل. كان يؤثر على السلع والبضائع اللي هي قابلة للتلف. احنا عندنا
كمية البضائع القابلة للتلف كتير، منها الأدوية، منها اللحوم، منها الأغذية عامة. الحاجات دي كلها كان مستحيل أنها تعبر من هذا المكان بسلام وتكتمل رحلتها بسلام. شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء عبر منظومة أنفاق هي الأضخم من نوعها في تاريخ مصر. النفع والله سهل حاجات كتير، وسهل حاجات كتير قوي في التعديه، وسهل وقت، وده وقلل الوقت كتير في زمن التعديه في من الغرب للشرق. النفع الجديد ده ان شاء الله دي طفره ما كناش نحلم بيها من قبل كده يعني، ولا كنا متوقعين بهذا الانجاز العظيم والتسهيلات اللي هتحصل في يعني في الايام القادمه. هي بتوفر وقت حلو، يعني حاجة حلوة بتوفر الوقت عن المعديات في التفتيش. طبعا الأجهزة حاجة حلوة تمام. الأول كنا بنقعد طول النهار، تاخد اليوم كامل لحد الساعة واحدة مثلا بالليل، إنما دلوقتي بتبقى مسافة سكة ساعة زمن رايح جاي، حاجة حلوة يعني. عبور جديد وملحمة سطرها المصريون قيادة وشعبا نحو مستقبل واعد لتحيا مصر في تنمية ورخاء. الدول ما بتتبنيش بالدلع، الدول بتتبني بالجهد والعمل والصبر والالتزام.